طبعا زوجتي الأولى رحمها الله يعني كان بلكم فقدها أشد على النفس، لأنها يعني توفت في سن 33، ما زالت شباب، وكان بيني وبينها 6 أطفال يعني صح التعبير. فكان موقف صعب جدا، و يعني مرت أيام الله يعلم بها سبحانه وتعالى يعني من المعاناة، لأنه أن تجد نفسك فجأة تحمل هم 6 أطفال، ليس كأب، وإنما ينبغي أن تكون بدورين أب وأم، وأن ترعاهم وأن تقوم على شؤونهم، وتفتقد المعينة بعد الله سبحانه وتعالى لك والتي شاركتك حياتك من أولها في أقصد الحياة الزوجية. طبعا الزوجة الأولى كان لها أيضا إيجابيات كثيرة في حياتي، ولذلك كان فقدها بالنسبة لي يعني مؤثر وكبير، لكن بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بيعني يعني وقوف الأهل وبعض الإخوة الأفاضل الله يجزيهم خير، تجاوزت هذه المرحلة بسلام والحمد لله رب العالمين. ويسر الله وبارك بما يسر سبحانه وتعالى من زواج بعد ذلك، و الآن هؤلاء الأولاد أصبحوا لي ما شاء الله كبارا، منهم من تزوج، منهم إن شاء الله في الطريق، أسأل الله سبحانه وتعالى يصلحهم ويبارك يا لهم. رب، اللهم آمين. أما زوجتي الثانية دكتورة أمال نصير، فهي علم كانت في الدعوة والتربية، وقبل أن أتزوجها وظلت على ذلك حقيقة حتى يعني قضى الله بالأجل. تعلمت منها الكثير، استفدت منها الكثير في حياتي، وكانت أيضا نعم الموجه ونعم المعين في مرحلة من مراحل العمر التي عشتها معها. قدر الله عليها بالمرض، وإن شاء الله سبحانه وتعالى أن تغادر. الحمد لله على لا كل حال. الحمد لله، نعم. الإنسان المسلم يعني يرى في هذه الابتلاءات ما يعني ينبغي أن نكون عنده، من أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله. قدر الله ما شاء فعل.